بخير الحمد لله. انت لاباس؟ موجود راه في الرباط، راه كيرتاح مع راسو. علاش غادي يجي يحضر؟ شاجي يدير؟ كاين جوج زيانات في الملفات، غتزيد الثالث. لا خليه في الرباط حسن. والو اليوم ثاني جلسه غنشوف واش غادي يوقع فيها. كانت تاخرت لي تبليغ المطالب بالحق المدني، غادي نشوف واش غيطرى. دابا باقي ما كاين والو، باقي حتى الجلسه ما بداتش في الساعه اللي كنتكلم معكم. باقي عن بعد ما كيحضرش فيها؟ لا ما كيحضروش فيها عن بعد، لا بسبب جائحه كورونا ما كيحضروهمش. فبالتالي دابا حنا 4 شهور وحنا كنتسناو. خلال 4 شهور ناصر الدين زيان شاف القضاء والقضاة شي 3 المرات، جوج مرات عند قضية التحقيق ومره عند بعد. صافي هادشي داروا في 4 شهور كاملين 3 اللقاءات. معنوية الطلعة راه صابر متقبل الوضعية ديالو، أمله كبير في الله سبحانه وتعالى، ماشي في العبد، كيأمنش في العبد، كيأمن في الله. حنا غادي نشوف واش غادي يوقع، فهمتي؟ هنا راه بحال كنقول لك، هنا كتدخل ما كتعرفش غادي يوقع. لا ما يمكنلكش، حتى شي واحد ما يمكن له يقول لك يضمن لك اش غيوقع في جلسة. كل جلسة كتجيب المفاجأة ديالها. هذا هو حنا جايين جاهزين للملف المرافعة، حنا جاهزين للمرافعة باش نفصلوا في هذه القضية. لكن على ناصر الدين زيان ما نقدرش، بحال اللي قلت لك راه هنا بحال البوكر، كنت عارف غيطلع لك. لا ماشي بوف، اي راجل قانون اللي شاف الملف تيقول لك الملف مبني على الباطل، ما كاينه كمامه قاتله. هذا قال كمامه قاتله، اش ممكن؟ واش كمامه فيها الفيروس غتقتلك؟ واش واصلا الفيروس كورونا تبين بانه ما كيقتلش، فهمتي؟ كيقتل هذاك اللي ضعيف، كيكون اما مريض بالقلب ولا بالريه كيأثر عليه وكيموت. ولكن ما كاينه كمامه قاتله، ولا هذاك الفيلم كامل ما منه والو ديك الشيء. اي راجل قانون كتعطي الملف كيقول شنو كاين شنو فيه. باقي الان كنتسالوا شنو درنا؟ حنا بغينا نجهزوا الملف ونرافعوا فيه ونلتمسوا البراءه للمكل ديالنا.